كاين غير ما كيعصب، كل شيء كيعصب. حياة خيبة، البلاد كحلة، جمل كثيرة كنسمعوها في مجتمعنا وكتكرر باستمرار، وللأسف الشديد بكثرة ما كتكرر طيقناها وولات عندنا قناعة تامة بأنها بصح كاينة، ونسينا بأننا عندنا واحد النعمة كبيرة اللي هي نعمة التفكير وحل المشاكل اللي عطاها لنا الخالق، اللي كرمنا وكرمنا بواحد الشكل اللي هو كبير. بالحق احنا نسينا هاد الشيء كامل وبقينا مدينها غير في الأمور اللي هي سلبية وسلبية بزاف، حتى أننا ولينا كنورتوها ولا شيء على شيء كيقلد الآخر، ولا هذا كيقلدني حيت كيسمعني كنقولها، ولا آخر حتى هو كيقلدني حيت كنسمعني كنقولها، خصوصا الوليدات اللي صغار. وهذوك الوليدات خاصنا ما نساوش بأنهم غادي يوليو شباب وغادي يوليو قدنا وقد الناس اللي كبر منا، وغادي يبداو بصح نيت كتولد عندهم هاد الفكرة ولا هاد القناعة، وكتولي عندهم أسلوب حياة اللي كتمنعهم وما كتخليهمش يعود عندهم واحد الحافز اللي كبير اللي يخليهم أنهم يقلبوا على حل لمشاكلهم ويخرجوا من الدائرة ديال المشاكل للدائرة ديال الحلول. راه أي حاجة عندها حل ديالها، ولكل داء دواء، وأن الإنسان هو اللي بيده يتقبل الواقع دياله. بصح كاين مشاكل، كاين بزاف الأمور اللي هي خيبة ويمكن تعصبنا، ولكن خصنا نتعلمو كيفاش نتبتو يولي عندنا واحد الثبات انفعالي، ماشي من ليلة ونهار، ولكن بإصرارنا وبصبرنا وباستمراريتنا أننا نقتنعو وناخدو القرار كخطوة أولى أننا نتخلصوا من هاد الأفكار وهاد القناعات اللي سلبية، ونشوفوا القدام. وراه لا يضيع الله عبدا عمل أجرا عمل عملا صالحا.